نحن نأمل بأن نتعدى كل ذلك إلى مرحلة جديدة في المنطقة، بعيدا عن الصراع، بعيدا عن الانتقام، مرحلة ينتهي فيها الصراع على أساس حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتنعم المنطقة في وكل شعوبها، الفلسطينيين، الإسرائيليين، بالأمن والأمان والتعاون، وفتح مجالات تستفيد منها شعوب المنطقة أجمع.